بمظلة أممية هدنة لمواجهة كورونا، فهل ينجح وقف إطلاق النار؟ وما مدى التزام الأطراف؟ هل فعلا أن هذه الهدنة تأتي في إطار الجهود لمكافحة مخاطر تفشي فيروس كورونا؟ أم أن لها علاقة بالعمليات العسكرية الأخيرة؟ إذن أعلن المتحدث باسم التحالف عن وقف شامل لإطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من ظهر الخميس، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. وقف إطلاق النار يهدف بدرجة أساسية لتأمين اليمنيين من مخاطر فيروس كورونا، على أمل أن تستجيب جميع الأطراف لهذه المبادرة. يقول التحالف أن هذه الهدنة ستكون مدماكا وأرضية لحوار قادم، خصوصا أن المملكة قد تقدمت بمبادرة لرعاية حوار بين الشرعية والانقلابيين في الرياض، رغم أن تجارب اليمنيين مع اتفاقات وقف إطلاق النار تبدو مريرة، وذلك لما يصاحب هذه التفاهمات من خروقات وحروب صغيرة عادة ما تكون على حساب الطرف الأضعف في هذه المعادلة وهم المدنيون. فهل ستلتزم جميع الأطراف أم أنها جولة أخرى من جولات اللا حرب ولا سلام في اليمن؟ كافة الإجراءات الوقائية، والدليل أن الطريق يدخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ الخميس 9 أبريل، وهو بمثابة هدنة من جانب واحد. أوقف التحالف فيها عملياته العسكرية لمدة أسبوعين لتعلن الحكومة لاحقاً التزامها بإيقاف إطلاق النار. الخطوة التي أعلنها المتحدث باسم التحالف مصحوبة بمجموعات من الإجراءات لدعم جهود مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا في اليمن، تأتي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن عقب أيام من انكسار الموجة الأخيرة لهجمات ميليشيا الحوثي على مناطق سيطرة الشرعية وبدء الجيش هجوما مضادا استعاد فيه عددا من المواقع. جاءت هذه الهدنة لتضع حدا لهذا التقدم بعد أسابيع من الخسائر والانكسارات المتوالية للشرعية، ما دفع مراقبين للقول إنها بمثابة إنقاذ للميليشيا وتكبيل لإرادة الجيش والحكومة الشرعية. وعلى الرغم من أن التفرغ لمواجهة فيروس كورونا كان هو السبب المعلن لهذه الهدنة، فإن مراقبين يرون أن السبب الحقيقي هو التمهيد لحوار سياسي يجري برعاية أممية، لكنه لن يتجاوز عتبة البقاء في حالة لا حرب ولا سلم القائمة منذ أكثر من عامين. دعوة وقف إطلاق النار هذه ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، إذ يشكك كثيرون بمدى جدية الحوثيين، خصوصا بعد أن شنت ميليشيا الحوثي قصفا صاروخيا استهدف مدينة مأرب عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بدقائق. الحوثيون كانوا قد كشفوا في وقت سابق عن وثيقة قدمت للأمم المتحدة تتضمن تصورهم الخاص للهدنة، وهو تصور لا يقترب من أي رؤية جدية لتحقيق السلام في البلد، بل يضمن لهم تثبيت سلطتهم وتمويلها. يعيش الحوثيون وضعا مضطربا، وهو مزيج من الأزمات المركبة التي كرستها الحرب وتداعياتها، على أمل بأن تنقضي هذه الدعوات لتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، فإن الأطراف المختلفة لن تعدم العذر للحيلولة دون خروج اليمنيين من هذا الوضع الكارثي القائم منذ سنوات. وأبدأ النقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل دشيلة، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا. إذن من ظهر اليوم الخميس بدأت بهدنة أعلن عنها التحالف من جانب واحد، دخلت حيز التنفيذ، قيل أنها ستكون لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. أولا تعليقك على إعلان هذه الهدنة من حيث التوقيت وأهمية هذا الإعلان. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك. طبعا إعلان الهدنة شيء إيجابي، خصوصا ونحن يعني في وضع أو في مرحلة حرجة في تفشي كورونا، استباقا لأي يعني جائحة قد لا سمح الله أن تصيب البلد. ولكن الشيء المستغرب أنها جاءت في ظرف حساس ودقيق، أن الميليشيات الحوثية تلقت الهزائم واستطاعت الدولة اليمنية أن تستعيد زمام المبادرة وأن تتقدم عسكريا على الأرض، ومن ثم
تم إيقاف هذه العمليات العسكرية بعد أن استمرت في أقل يعني من 48 ساعة. كان هناك تقدم الجيش اليمني في كل المحاور، سواء في مكيراس أو في البيضاء قاني أو في صرواح أو حتى في الجوف. طبعا نحن لا ننسى بأن هناك من أسوأ الحروب في التاريخ هي الحروب العدمية، عندما يعني فجأة تريد أن ينتصر المشروع الوطني ضد هذه الميليشيات المتواجدة أو المتناثرة هنا وهناك، ثم يأتي وقف إطلاق النار. ما الذي يدار خلف الكواليس؟ ما الذي يراد لليمن؟ هل يراد أن 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 يعني تكرار سيناريو سبعينيات القرن الماضي؟ لا نعرف ما الذي يدور، لكن على المستوى يعني البعيد هذه الخطوة لا تخدم الدولة اليمنية ولا الجيش الوطني. وأنا أعتقد أن من يتواجد على الأرض عسكريا يفهم خطورة الوضع السياسي. طيب أنت قرأت إعلان هذه الهدنة من حيث التوقيت وعلاقته بتطورات المعارك التي حصلت مؤخرا وكانت لصالح الجيش الوطني ولمشروع استعادة الدولة، ما الذي كان يضمن أن تستمر هذه الإنجازات على الأرض؟ طبعا الضامن هو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض. أما بالنسبة للتحالف العربي نحن نعرف اللعبة جيدا، يعني مثلا التحالف العربي في الأوان الأخيرة كانت ضرباته مركزة والسعودية تشكر على ذلك، لا أحد ينكر ذلك، لكن قد ربما أن التحالف أراد أن يرسل رسالة للحكومة اليمنية مفادها أنه لو لم نكن نحن بجانبكم قد ربما أن الحوثي يقتحم مأرب. إذن لا يراد للشرعية أن تنتصر، ولا يراد للحوثي أن ينتصر، ولا يراد حتى المجلس الانتقالي، ولا يراد حتى لطارق محمد عبد الله الصالح في المناطق الغربية. إذن المشروع هو أن تبقى هذه الأطراف متصارعة وأن لا ينتصر طرف على طرف، أي أن نحن طيب ما حصل مؤخرا إلى أي حد قلل من مخاطر سقوط مأرب؟ طبعا كثير، لأنه حتى أبناء مأرب أنفسهم يعني حتى أبناء مأرب وحتى القبائل وحتى المتواجدين أو المشردين الذين المتواجدين داخل مأرب شعروا بخطورة ما يراد لمأرب، وبالتالي كان هناك استنفار على المستوى الشخصي وحتى على المستوى الاجتماعي، وتوجه الناس إلى المعارك من أجل حماية مأرب، ومن ثم تم دفع الخطر عن مأرب على المستوى القريب، وتم أيضا دحر الميليشيات الحوثية الأكثر يعني سواء في جبهة طيب كاني. دخول كورونا الآن على الخط، يعني الآن مثلا من حيث التوقيت باتت واضحة الأمور ومعروفة أنه كل ما حقق الجيش الوطني تقدم، كل ما جاءت المبادرات والهدن لإيقاف المعارك، ما هي الخيارات التي كانت أمام التحالف والشرعية؟ الخيارات طبعا الخيارات أمام الشرعية كثيرة، الشرعية فقط في وجود كورونا، في وجود طبعا إذا وجد كورونا حتى الآن لم تسجل أي إصابة حتى على المكذا كذا، كان الأولى بالشرعية اليمنية فقط أن تغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام حركة المسافرين، فقط أن تغلق هذه المنافذ ومن ثم تتوجه تستمر في العمليات العسكرية، ولن يكون هناك أي شيء على المستوى يعني المستوى العام. لكن أن تظل يعني الشرعية تقول تتخوف من جائحة كورونا، حتى الحركة الحوثية تريد أن تستفيد من هذا الإعلان، جائحة كورونا تريد أن تستفيد وقد قدمت مبادرتها. طيب في قراءتك هذه أنت إلى أي حد مراعي الضغوط الدولية التي تفرض اليوم على التحالف والشرعية؟ طبعا الضغوط الدولية متواجدة منذ اليوم الأول على الشرعية اليمنية وحتى على التحالف العربي، والتحالف العربي يضغط على الحكومة الشرعية، ونحن نعرف أن المجتمع الدولي يريد الحل السياسي، ولكن على ماذا يريد؟ حتى المبعوث الدولي نفسه يقول لابد من انخراط جميع الأطراف في عملية سياسية دون شروط مسبقة. طيب أين القرارات الدولية؟ على ماذا؟ ما هي المرجعية التي نستند عليها حتى يكون هناك حوار سياسي؟ الحركة الحوثية تقدمت بمبادرة مؤخرا، وهذه المبادرة ضمت عدة شروط، أي أن الحركة الحوثية حتى في المبادرة التي أطلقتها قبل يومين أو يوم أمس وأرسلت نسخة للمجتمع الدولي أو المبعوث الدولي تريد أن يكون هناك مصالحة أو أن يكون هناك يعني عملية سياسية بناء على شروطها. أنا أريد منك الآن تفسير، الآن هناك هدنة تم الترحيب بها أيضا من الأمم المتحدة التي أعلن عنها من طرف واحد التحالف والشرعية، في المقابل هناك وثيقة للحوثيين، كيف الحوثي يقدم وثيقة لإنهاء الحرب ولا يقبل الهدنة التي ولا يتجاوب معها ولا يتفاعل معها؟ ما التفسير بالنسبة لك؟ ما الذي يريده الحوثي؟ الحوثي وضع في خطته عدة شروط، وقف العمليات، وقف أولا فتح المجال الجوي والبحري، اثنين أن تتحمل المملكة العربية السعودية تسليم المرتبات
للمناطق التي يصدر عليها وحتى بشكل عام. ثالثا أن تسلم لها المساعدات الدولية بشكل كاش عيني أي بدون كذا. إذا وضع شروط، هو يريد أن يستفيد من هذه الشروط على المستوى العسكري، لا يريد حتى الحركة الحوثية، لا يهمها ما يحدث داخل الأراضي اليمنية، لا يهمها جائحة كورونا، ولا يهمها المواطن اليمني. الحركة الحوثية تدفع بأبناء القبائل إلى محارق الموت بالعشرات بالمئات، وبالتالي هم آخر من يتحدث عن 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 عن, عن المواطن اليمني الحركة الحوثية. الآن الحركة الحوثية كما ذكرت لك تريد من خلال هذه الجائحة إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن التحالف العربي هو المتحمل، وحتى اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة الحوثية في تصريحاته يقول بأن التحالف العربي هو المسؤول الأول عما سيحصل في المستقبل لا سمح الله من أي مشاكل، وحمل التحالف العربي وحمل الحكومة الشرعية بأنهم أن يفرضون، وأنه نتيجة الحصار على اليمن يعني أسوأ من الحرب، أي أن الحركة الحوثية تريد فقط فك الحصار ولا تريد الوصول إلى عملية سياسية حقيقية مبنية على المرجعيات المعترف بها دوليا ومحليا وإقليميا. ما هي فرص تحميل التحالف المسؤولية في ظل ما أعلن من قبله عن هدنة قابلة للتمديد ووقف العمليات العسكرية وتقديم مساعدات ويعني التركيز على مجابهة جائحة كورونا؟ طبعا هذه الخطوة من قبل التحالف العربي خطوة مرحب بها، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يخص الجانب الإنساني. هذه الخطوة ينبغي أن ترحب بها الحركة الحوثية، كان الأولى بها أن ترحب بهذه الخطوة، والحكومة اليمنية رحبت بهذه الخطوة، وحتى المواطن اليمني سيرحب بأي خطوة تساعده في التغلب على أي مشكلة إنسانية في المستقبل. ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية بأن الهدنة لن تنجح على المستوى العسكري، لن تنجح، وحتى على المستوى السياسي جرت عدة هدن بين التحالف العربي، وحتى الحركة الحوثية تقول بأن الهدنة أو أن عملية سياسية لابد أن تكون بينها وبين المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، لم تعترف حتى بالدولة اليمنية أو أن يجرى هناك حوارا سياسيا بينها وبين الطرف الرئيسي في هذه المعركة وهو الدولة الشرعية. ولذلك الحركة الحوثية تحاول الآن يعني إرسال رسالة للمجتمع الدولي، عليكم أن تقربوا السعودية إلى طاولة الحوار وأن نتحاور معها وجها لوجه وأن تنفذ ما شروطنا كاملة، أي أننا انتصرنا في هذه المعركة. السعودية تفهم السيناريو جيدا، ولكن مع الأسف الشديد حتى السعودية نفسها لا تفكر. طيب إلا ما مدى استجابة المجتمع الدولي مع هذه الرغبة الحوثية في ظل أن السعودية تريد هي أن تكون وسيطة اليوم بين الحوثيين والحكومة الشرعية؟ طبعا المجتمع الدولي هو يعرف لأن المتحكم في القرار السياسي والعسكري هو المملكة العربية السعودية داخل الأراضي اليمنية، ينبغي أن نعترف، ولكن في المقابل هناك دولة شرعية متواجدة على الأرض عسكريا، والمجتمع الدولي يعترف بهذه الشرعية، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتعدى القانون الدولي، لأنه إذا سمح المجتمع الدولي وتعدى القوانين الدولية معنى ذلك أنه سمح لشريعة الغاب، وأنه يعني هناك يعني اعتراف بالميليشيات، وأن المجتمع الدولي نفسه هو من يشرع لهذه الميليشيات. ولذلك المجتمع الدولي يحاول أن يضغط على المملكة العربية السعودية ومن خلالها تضغط على الحكومة الشرعية في القبول بأي عملية سياسية أو هدنة أو ما إلى ذلك. لذلك أنا أتوقع كما ذكرت قبل قليل بأن هذه الهدنة لن تنجح، والحركة الحوثية قد ردت على هذه الهدنة من خلال استهداف مأرب ومن خلال تقدم عسكريين في بعض المناطق، أو من خلال يعني اليوم معارك لا زالت المعارك جارية حتى اللحظة. إذن الحركة الحوثية تريد من هذه الهدنة أو ما يسمى بالهدنة التي أطلقها التحالف العربي وأيضا مبادرتها التي أطلقتها الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وأيضا عسكرية على المستوى البعيد. حالة الصبر والالتزام من قبل التحالف والشرعية ستستمر إلى الأسبوعين أم تتوقع أنه قبلها الأسبوعين؟ لا طبعا التحالف العربي قد ربما أن يصبر، لأن التحالف العربي هو لا يتدخل على الأرض عسكريا، ما دام لا يوجد قصف على السعودية قد ربما أن تصمت المملكة العربية السعودية، لأنه حتى المملكة العربية السعودية كانت لا تريد أن تسقط مأرب لحسابات قانونية ودولية وما إلى ذلك، لأنه السعودية تعرف جيدا أنه لو سقطت مأرب بيد الحركة الحوثية هنا سقطت شرعية التحالف العربي على المستوى الدولي، وبالتالي أصبح التحالف العربي هو المسؤول الأول عما جرى ويجري وسيجري في المستقبل، ولذلك لم تسمح ولن تسمح بسقوط مأرب. رأينا حتى الدعم اللوجستي والدعم العسكري مؤخرا للقبائل في هذه المحافظة. إذن السعودية لا تريد للشرعية أن تتقدم صوب صنعاء، ولا تريد للحركة الحوثية أن تتقدم صوب مأرب، أي أن نبقى في هذه الحرب العدمية، وهنا أسوأ الحروب في التاريخ عندما تكون هناك حروب أو حرب عدمية، وأيضا تكون الأطراف المتصارعة تنفذ ما يملى عليها من دائرة صنع القرار في الإقليم. اليوم هناك
مثل ما كانت اليمن في الماضي، كان الصراع بين العثمانيين والبريطانيين، ثم انتقل بين الروس والأمريكان، ثم انتقل بين السعودي والمصريين، واليوم انتقل بين السعودية وإيران، ومن يدفع الثمن هو المواطن اليمني. هذه حرب عدمية. أستأذنك نذهب إلى برلين، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي العبسي. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا. دكتور علي، إذا هدنة جديدة نبحث في دلالة توقيت هذه الهدنة، هل بسبب جائحة كورونا والمخاوف منها، أم هذه الهدنة لها علاقة كما يرى البعض من حيث التوقيت بما يحدث من تطورات لصالح الجيش الوطني في مأرب والبيضاء والجوف؟ أعتقد يعني المسألة متعلقة أكثر بموضوع جائحة كورونا ومسألة الدعوة العالمية إلى وقف الحروب ومواجهة هذه الجائحة التي تهدد العالم بأجمعه وليس فقط منطقة معينة أو دولة معينة. المملكة العربية السعودية طبعا في هذه الأثناء هي لها مصلحة في الهدنة، يعني المملكة العربية السعودية هي لها مصلحة في الهدنة. طبعا التوقيت مرتبط كما قلت بجائحة كورونا، ودعني أشير هنا فقط لأن هناك اليوم والليلة اجتماع المجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة سيناقش فيه كيفية مواجهة جائحة كورونا وأيضا وقف الحروب. يعني مجلس الأمن سيناقش وقف الحروب، أعتقد سيصدر قرار أو توصيات بوقف كل الحروب. السلوك السعودي رؤيته في إطار تحسين صورة المملكة في المجتمع الدولي وإظهار هذه التزامها يعني بقرارات المجتمع الدولي وبالمسعى الأممي في هذا الشأن. والمملكة كما قلت أيضا هي مستفيدة من الهدنة، أولا من ناحية سياسيا واقتصاديا وعسكريا. أولا سياسيا ستستفيد في تفرغها لمواجهة الجائحة في الداخل، يعني هناك أزمة في المملكة العربية السعودية وجائحة كورونا تهدد المملكة، يعني ربما ليس لدينا أرقام واضحة ودقيقة، ولكن يبدو أن السعوديين يشعرون بتهديد كبير من جائحة كورونا لأنهم أغلقوا عدة مدن، يعني حوالي 9 مدن تم إغلاقها وحظر التجول، وهذه إجراءات غير اعتيادية في دولة مثل المملكة العربية السعودية. هذا من ناحية سياسية. من ناحية العسكرية أيضا السعودية تريد أيضا استقرار، لا تريد معارك ولا تريد مسألة التهديد أو أن تتعرض للقصف أو قصف صواريخ أو أن تستمر تحت هذا التهديد، فتريد نوع من الفترة من الهدوء وفترة من أن تركز على أمورها الداخلية. أيضا اقتصاديا الحرب في اليمن تكلف المملكة مبالغ طائلة يوميا، يعني والمملكة الآن بعد هذه الأزمة التي حتكونون وأيضا حرب أسعار النفط بينها وبين روسيا وإنخفاض إيراداتها من النفط، بحاجة أيضا إلى أن تقتصد في مصروفاتها، ومصروفات الحرب في اليمن هي واحد من المصروفات الكبيرة التي تستعد مليارات. طيب ما يحدث على الأرض بعد إعلان هذه الهدنة، ما حدث في مأرب وما زال يحدث الآن، ما الذي يمكن قراءته من هذه التطورات؟ يعني هل سيتم الالتزام بهذه الهدنة؟ ما هي خيارات المملكة العربية السعودية؟ وأيضا ما تعليقك على الوثيقة التي أعلنت عنها جماعة الحوثي؟ بالنسبة للأرض طبعا هناك تقدم نسبي للجيش الوطني، طبعا استطاع أن يبعد الخطر عن مدينة مأرب ويستعيد مناطق، ويثبت أيضا وجوده، ويثبت أيضا أن المشكلة ليست في الجنود ولا في القادة ولكن ولا حتى في سلاح حتى لو كان محدودا، ولكن المشكلة كانت دائما في الإرادة السياسية وإرادة الحرب والتغطية الجوية. يعني حتى إذا غابت التغطية الجوية كان بإمكان الجيش الوطني أن يتقدم على أن يواجه الحوثيين وأن يهزمهم وأن يستعيد منهم الأراضي، لكن دائما هناك كان قرار سعودي أو قرار في المجلس التحالف العربي أن لا يتجاوز الجيش الوطني حدود معينة أو أن يظل ثابتا في مناطق معينة ولا يسمح له بتجاوزها. فما يجري في الأرض أيضا يعني حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن السعودية تريد وقف التقدم الجيش الوطني، ولكنها أيضا ليس في مصلحتها كثيرا أن تقترب قوات الجيش من العاصمة صنعاء. هذا من ناحية. من ناحية الحوثيين المبادرة التي قدموها بالأمس يعني مبادرة غريبة، يعني منفصلة تماما عن الواقع الذي نعيشه الآن. هذه المبادرة أنا سميتها مبادرة تطلب فيها استسلام الحكومة الشرعية والسعودية لها، وليس مبادرة سلام. يعني هم طالبين وضعوا كل الشروط، تحدثوا مع المملكة العربية السعودية باعتبارهم يمثلون الجمهورية اليمنية، حتى نصا بهكذا في نص الوثيقة أن الجمهورية اليمنية بصنعاء، قيادة الجمهورية اليمنية بصنعاء، ولم يشيروا من أي قريب أو بعيد إلى الحكومة الشرعية اليمنية، قالوا سماهم حلفائهم الوطنية، حلفاء السعودية يعني قصدهم حلفائهم من اليمنيين. وبالتالي كل الشروط يعني هي استسلام للحوثي، هو يريد أن يفرض مشروعيته وأن يتم فقط ما يسميه بالحصار وأن تعيد المملكة بناء
يعني مبادرة تطلب من الآخرين الاستسلام، وأعتقد أنها منافية للواقع الآن الذي نعيشه الآن، ولكنها ربما هذه الوثيقة صيغت قبل فترة، وصيغت أيضا بافتراض أن الحوثيين سوف يحتلون أو سوف يسيطرون على مارب. عند ذلك هم وضعوا هذه، أعتقد هذه الوثيقة من فترة يعني، وكانوا ينتظرون إعلانها بعد أن يسيطروا على مارب. عند ذلك كانوا سيعلنوا هذه الوثيقة لأنها على يعني بمراجعة نصوصها ومطابقتها على أرض الواقع لا تمثل الواقع بصلة، يعني شيء خيالي، أمنيات أو أحلام أكثر منها شيء قابل للتطبيق. على وأيضا البعض يقول أن لها علاقة أيضا بالضغوط اليوم التي هي مفروضة على التحالف والشرعية في طرف والحوثيين في طرف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الحرب في اليمن لمجابهة جائحة كورونا، فلذلك كل طرف أراد أن يرحب وأن يبدي تقبله للضغوط هذه وأنه ممتثل ربما لفرص وقف إطلاق النار. ربما هذا يصح في مجال لما نتحدث عن المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية اليمنية. الحكومة اليمنية أعلنت منذ البداية يعني موافقة على الدعم منذ البداية، منذ أن أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة اليمنية سارعت بقبول الهدنة والآن ترحيبها بها فيها. المملكة العربية السعودية أيضا رحبت بداية ثم أعلنت هذه الهدنة من طرف واحد، والمجتمع الدولي بالمناسبة يعني رحب بهذه الخطوات، السفير الأمريكي في الرياض، الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الدولي أيضا عبر عن سعادته. يعني مسألة هدف ترضية المجتمع الدولي تم بالنسبة للجانب السعودي والحكومة الشرعية اليمنية. الحوثيون أصلا يعني موقفهم الآن غريب، يعني دعنا نتذكر الحوثيين هم من كانوا يبادرون ببعض الهدنات. يعني الحوثيين قدموا ثلاث مرات ثلاث هدنات هكذا بدون شروط مسبقة، أعلنوا أنهم سيوقفون إطلاق النار من ذات يوم كذا كذا الساعة كذا كذا ثلاث مرات كمبادرة حسنية من قبلهم. فكيف لهم الآن وأن يرفضوا هذه المبادرة اللي تقدم لهم أنهم سيتم إيقاف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؟ يعني الآن موقف غريب يعني لا يتناسب. إذا الحوثيين لا يريدون يعني إرضاء المجتمع الدولي ولا يهمهم المجتمع الدولي، هم يعرفون أن المجتمع الدولي أعجز من أن نواجههم بأي طريقة من الطرق. المجتمع الدولي لا يملك أي شيء ليجبر الحوثيين على شيء. هم الآن كما قلت أنه يحاولوا أن يسجلوا هدفا، يعني يحاولوا أن يستغلوا الظروف الحالية، يعتقدون أن السعودية والحكومة اليمنية في وضع ضعف، وهم يحاولون أن يستغلوا هذا الضعف ويفرضوا إملاءاتهم يعني على الحل السياسي المقبل. هذه ليست مبادرة كما قلت، لو راجعنا النصوص بدقة ستشاهد أنها كلها تصب مصلحة الحوثيين، لم يقدموا أي تنازل أي نوع. يعني حتى إذا افترضنا يعني أنه يمكن أن تحدث عن موضوع متنازل بالنسبة للحوثيين الذين يعتبرون وفق قرارات الأمم المتحدة مغتصبين للسلطة وانقلابيين. وأيضا يبدو أن لا تعليق ولا رد فعل من الأمم المتحدة على هذه المبادرة، يعني كأنه لم تكن وكأنهم لم يسمعوا بها، يعني لم يصدر أي تعليق عليها. بالتأكيد المبادرة خارج على إطار الواقع، يعني هم يعني كما قلت لك لا يوجد من قبلهم أي مبادرة، لم يقدموا أي مبادرة، يتحدثون عن الحصار على اليمن ويتناسون أنهم يحاصروا محافظة كاملة من 5 مليون بني آدم. يتحدثون طيب. عن العالم يحاصر اليمن والعالم يحاصرنا وكذا، وهم أصلا مدانين من قبل منظمات الأمم المتحدة كلها تدين الحوثيين بسرقة المساعدات، باستغلال المواطن اليمني كرهان لديهم، بفرض عقوبات، بعرقلة عمل المنظمات، حتى من بعض المنظمات فرضت عقوبات وقلصت من أدائها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ثم يأتي الآن يتحدث عن وضع إنساني، يعني غريب. طيب استأذنك دكتور علي بأن ننقل هذه النقطة للدكتور عادل دشيلة. دكتور عادل، إذا في حالة اللامبالاة الحوثية بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، هل تستطيع الأمم المتحدة إلزام الحوثي بتنفيذ هذه الهدنة والتجاوب معها؟ المجتمع الدولي، الأمم المتحدة ليس بيدها القرار الدولي حتى تستطيع أن تلزم الحركة الحوثية على الالتزام بالهدنة، هي وسيط، ولكن أين هو مجلس الأمن الدولي الذي هو يعتبر بحكم القانون الدولي واليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ والمجتمع الدولي، إذا كان المجتمع الدولي الدول الخمس دائمة العضوية فشلت في إلزام أو في إلزام الحوثيين على القبول حتى بالقرار الدولي أو حتى على يعني
وقف التصعيد العسكري منذ العام 2015 حتى اللحظة يعني. إذن المجتمع الدولي لا يستطيع، المجتمع الدولي الآن لا يركز على الحركة الحوثية، هناك مشاكل كورونا ومشاكل اقتصادية وصراع. دكتور علي أشار إلى أنه ربما هناك اجتماع جلسة مغلقة دائره، حتى لو تم جلسة مغلقة من يعني للمجلس الأمن ربما سيتم التطرق فيها ووقف الحروب لما له علاقة بمجابهة كورونا. نحن نأمل ذلك، ولكن الأمم المتحدة يا أخي العزيز على يعني على مدى التاريخ، هل نجحت الأمم المتحدة في تثبيت السلام في أي بلد تدخلت فيه من خلال الوساطة؟ لا، لا في أفريقيا ولا في أمريكا اللاتينية ولا في أي بلد، ولذلك لا يعول على الأمم المتحدة. وأنا أتفق مع الأخ أنه هذه المبادرة أو التي أطلقها الحوثيون كانت معدة مسبقاً، والحركة الحوثية كانت تريد يعني من هذه المبادرة أنه بعد أن تدخل المأرب أصبحت المنتصرة عسكريا، وبالتالي أن ستملي شروطها على المجتمع الدولي وعلى التحالف العربي، ولذلك هم فشلوا في الدخول إلى مأرب والآن أعلنوا عن هذه المبادرة. كل المبادرة يعني كما ذكرها الأخ هي تعتبر يعني نوع من الخيال، لا غير قابلة للتطبيق، لا على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي ولا حتى على المستوى يعني على المستوى الاجتماعي. يعني مبادرة وكأن الحركة الحوثية هي المنتصرة في الحرب، وبالتالي الآن تريد إملاء شروطها. هذه عصابة تتصرف بعقلية طائفية لا صلة لها بالواقع. نعود للدكتور علي العبسي. دكتور علي العبسي، ونحن ننتظر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن الذي أشرت إليه، هل يستطيع مجلس الأمن إلزام الحوثيين بالتجاوب مع هذه المبادرة والهدنة المعلن عنها من قبل التحالف؟ يعني هناك أسباب نظرية وأسباب واقعية تجعلنا نقول أن المجلس الأمن لن يستطيع ذلك. أولا الأسباب النظرية أن سلطات مجلس الأمن يعني محدودة، يعني حتى إذا فرض عقوبات ليس بيده الآلية أو الجهاز الذي يستطيع من خلال تنفيذ هذه العقوبات. ثم الحوثيين أصلا يعني هم يتعرضون لقصف جوي وحرب ومنذ 5 سنوات، يعني ماذا يمكن أن تفعل أكثر؟ يعني لا يستطيع أن تفعل أكثر ما فعلته السعودية والإمارات في اتجاه الحوثيين. لا، وأيضا نظرية واقعية هناك أطراف أيضا ربما ليست مع الحوثي ولكن أيضا تعارض السعودية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة مثل روسيا والصين، يعني يتعارض التفرد الامريكي وتفرد السعودي بالملف اليمني، واحيانا يعارضون ويقرون بعض القرارات. يعني روسيا عارضت قبل فتره او عرقلت قرارا لبريطانيا كان ينص ايضا على ادانه الحوثيين باعتبار ان يعني او فرض حظر السلاح على الحوثيين وحدهم، وروسيا طلبت ان يكون فرض الحظر على كل الاطراف وهكذا. يعني فاذا هذا الفيتو سيستمر وهو موجود ايضا حتى في زمن كورونا. عيد السؤال لو سمحت، انا لم نسمع السؤال. هذا الفيتو الذي تحدثت عليه انه عدم الرغبه الصيني داخل مجلس الامن الصيني والروس بتفرد القرار الامريكي والسعودي بالملف اليمني الان بدافع كورونا مجابهه كورونا، هل سيستمر هذا الفيتو ام ربما تكون الامور مختلفه ويتم الضغط على جميع الاطراف والزامها بالهدنه؟ لانه اليوم المواطن يتساءل الذي يشاهدنا الان ويتابع انه ما الذي يمكن ان تسفر عنه هذه الهدنه؟ يعني كما قلت لك الخلافات السياسيه وصراع القوى الكبرى لا يعني لا اعتقد لن يلتفتوا الى اليمن، يعني موضوع اليمن بالنسبه لهم غير ذي اهميه. يعني هناك مواضيع اكثر اهميه، حرب النفط ربما تكون اكثر اهميه من يعني وجهه كورونا هي تصيبهم تصيب دولهم وتصيب دول اخرى والعالم باجمل. يعني موضوع اليمن ربما لا يكون لا يحظى بتلك الاهميه بالنسبه لاعضاء مجلس الامن خصوصا القوى الكبرى، والتي أعتقد ستستمر في التنافس على مد نفوذها وصراع الجبابرة كما يسمى. لا يحدث أي تغيير بالنسبة لليمن، لكن طيب. أعتقد هناك آلية لإجبار الحوثيين، هناك آلية أخرى تستطيع دول معينة أن تفرض على الحوثيين أشياء كثيرة أو أن تؤلمهم بعقوبات مؤلمة، وهي مثلا إذا ما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين كجماعة إرهابية، هنا ستوقف العالم بأكمله على الحديث مع الحوثيين، لأنه يكون تحت طائرة العقوبات الأمريكية. لا شركات ولا دول ولا مؤسسات تستطيع التحدث مع الحوثيين باعتبارهم أيضا جماعة إرهابية كما صنفتها الولايات المتحدة. لكن هذا الإعلان ربما ينهي أي فرص لأي فعل سياسي لاحق في الملف اليمني، لأنه من لاحقا كيف ستتعاطى وتتحاور مع جماعة صنفتها بأنها إرهابية؟ هناك احتمال ان يتم التفاوض معها عن طريق وسطاء او عن طريق الراعي الاقليمي لها وهو ايران.
يعني اولا طبعا الولايات المتحده الامريكيه لم رفضت من اكثر مره مطالبه السعوديه، مطالبه الحكومه اليمنيه بوضع جماعه حسين كجماعه ارهابيه، ليس لانهم ليسوا جماعه ارهابيه، ولكن لان الولايات المتحده الامريكيه او ايضا ليس مجرد مساله التفاوض المستقبلي وكيفيه اليه التفاوض، ولكن لان الولايات المتحده الامريكيه بحاجه للحوثيين للعب دور ما في مستقبل اليمن. الحوثي هو اداه امريكيه اراد بذلك او لم يرضى. طيب سؤال اخير لك دكتور علي، سؤال الأخير لك، من الواقع العسكري اليوم من ربما قد يستفيد أو يستثمر هذه الهدنة لصالحه عسكريا؟ دائما التاريخ يشير والفترة الماضية أشيرت إلى أن الحوثيين هم كانوا يستفيدوا، الحوثيين هم من يعيدوا ترتيب أوراقهم، يعيدوا من تحشيد المواطنين وأبناء المناطق القبلية الذين يعني يتم حشدهم إلى الجبهات على أساس الداعي القبلي وعلى أساس يعني ليس فيها اي شيء من الوطنيه او حتى الانسانيه، ويتم اختطاف او تغييب وعي شباب صغار في السن واخذهم الى الجبهات. الحوثيين هم سيستفيدوا بالكامل من مساله الهدنه، سيعيد ترتيب قواهم العسكريه، سوف يزدادون شراسه بالنسبه للداخل وينهبون المواطنين اكثر واكثر وينهبون التجار. يعني خبرتنا مع الحوثيين انهم جماعه لا تتورع عن فعل اي شيء قبيح يعني، وكل ما اعطيتهم فرصه سيتمادون اكثر واكثر، لن يوقفهم شيء. فهذه الهدنه اذا ما تمت وتم ايقاف الضغط العسكري على الحوثيين فانهم سيستفيدوا منها في اعاده تصريح قواتهم ورص الجبهات، ثم ايضا سيخرقون هذه الهدنه هم. من يخرق الهدنه دائما كانوا الحوثيون. اشكرك جزيلا. حكومه شرعيه يمنيه يوما ولا حتى التحالف السعودي الاماراتي، كل من خرق هذه الاتفاقيات دائما او هذه الهدنات كان الحوثيون. شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من برلين، شكرا لك. ذات السؤال، من الواقع العسكري من سيستفيد ويستثمر هذه الهدنة؟ من وجهة نظري الشخصية بأن الحركة الحوثية، يعني لو نظرنا إلى التاريخ أو رجعنا إلى الوراء قليلا، سنجد أن الحركة الحوثية هي من استفادت من حوار الكويت، وهي من استفادت من حوار بيل السويسري، وهي من استفادت من اتفاقية ستوكهولم، وهي من استفادت أيضا من الصراعات السياسية المتواجدة في المناطق الجنوبية إذن أو العسكرية. إذن الحركة الحوثية بكل تأكيد ستستفيد من هذه الهدنة من خلال التحشيد، أولا لأن التحالف العربي سيوقف الضربات الجوية، وبالتالي تستطيع الحركة الحوثية أن تتحرك عسكريا على الأرض بطريقة يعني مؤمنة نوع إلى حد ما، تستطيع أن تتحرك باتجاه صرواح، تستطيع أن تتحرك باتجاه البيضاء، تقوم بتحشيد عسكري أيضا في باتجاه الجوف، تتخندق، تزرع الكثير من الألغام داخل الجوف، وبالتالي الحركة الحوثية بكل تأكيد ستستفيد على المستوى العسكري قبل السياسي وأيضا الأشياء الأهداف الأخرى. لذلك أنا لا أتوقع بأن الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الذين هم متواجدين الآن على الأرض عسكريا أن يسمحوا وأن لا يردوا على الحركة الحوثية. بكل تأكيد سيكون هناك رد على الحركة الحوثية، ولكن الرد سيكون ليس كما كان في اليومين الماضيين، سيكون عبارة عن دفاع وليس عبارة عن هجوم، لأنه نحن نعرف أن التحالف عندما يعني طيران التحالف كان يساعد الجيش الوطني من خلال ضرب الأهداف حساسة ومواقع، ومن ثم تمشيط جوي للجيش الوطني كي يتقدم على الأرض عسكريا. إذن ستستفيد الحركة الحوثية بكل تأكيد من هذه الهدنة على المستوى العسكري وعلى وجه التحديد في مناطق صرواح والجوف. طيب، تقول أن السعودية اليوم لا تريد لا نصر ولا هزيمة. ولا هزيمة، نعم. إلى متى سنستمر في هذه الحرب العدمية إذن؟ مثل ما استمرت من 1962 إلى 1970 ستستمر حتى نصل إلى السيناريو الذي تريده دول الإقليم، وهذا السيناريو أنا السعودية لا تتصرف بعقلية كما يتصور البعض، بعقلية كذا بدوية أو بعقلية، لا، تتصرف من منظور استراتيجي بعيد المدى. التحالف العربي لن يقبل بأي طرف سياسي لديه مشروع وطني حقيقي نابع من الأرض اليمنية. طيب، ألم تتفق أنت والدكتور علي العبسي في بداية الحلقة وتقول أن السعودية تريد أو ترحب بهذه الهدنة لأنها من مصلحتها، لأنها توقف استنزافها، لأنها مشغولة بأمور أخرى ربما
وملفات أخرى؟ أنا لا أتكلم عن المستوى القريب. أنا لا أتكلم عن صحيح أن السعودية الآن لديها يعني أزمة النفط مع روسيا، لديها جائحة كورونا، حتى هناك خلاف سياسي داخل الأسرة الحاكمة. لا، هذه الجوانب، هذه الأشياء أتركها جانبا. أنا أتكلم على المستوى البعيد، يعني على الاستراتيجية السعودية على المستوى البعيد. أي يعني نحن مثلا منذ العام 2015 حتى اللحظة ألم يكن الجيش الوطني يدق أبواب صنعاء بعد يعني مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في 2017؟ ألم تصل المقاومة الوطنية والجيش الوطني إلى مشارف سوق الاثنين بمنطقة السفيان؟ إذن لم يكن هناك رغبة حقيقية. السعودية لا تريد للشرعية أن تدخل صنعاء كما ذكرت لك في بداية الحلقة، ولا تريد للحوثيين أن يدخلوا مأرب، ولا تريد للشرعية أن تدخل عدن، ولا تريد للانتقالي أن يدخل إلى شبوة أو وادي حضرموت، ولا تريد لطارق محمد عبد الله صالح أن يتقدم إلى الحديدة، ولا تريد للحوثيين أن يتقدموا باتجاه باب المندب. هذه الاستراتيجية الموجودة اليوم. هناك صراع إقليمي وصراع دولي، صراع إقليمي بقطاع دولي، والجغرافيا اليمنية أصبحت مكان لتصفية هذه الصراع. وماذا عن الضغوط الدولية؟ الضغوط الدولية، أنا المجتمع الدولي لديه أهداف استراتيجية. المجتمع الدولي لا يهم ما يدور على الأرض، المعارك جانبية، هذه المعارك في جبال، في صحراء قاحلة، أو حتى في هذه المناطق الجبلية القاحلة في البيضاء، لا يهم المجتمع. من أوقف المعارك في الساحل الغربي؟ طبعا المجتمع الدولي لديه استراتيجية. المجتمع الدولي يريد الحفاظ عند في الساحل الغربي. عندما الحركة الحوثية كانت تهدد الملاحة داخل باب المندب، تدخل المجتمع الدولي ودعم الإمارات العربية المتحدة، ووصلت الإمارات العربية المتحدة إلى مشارف الحديدة أو إلى أبواب الحديدة، مركز المحافظة. وبالتالي عندما يعني تم تأمين باب المندب والملاحة الدولية في باب المندب، المجتمع الدولي خلاص هنا أوقف العمليات العسكرية ومنع من دخول الجيش الوطني أو القوات التحالف من دخول الحديدة. الآن المجتمع الدولي يهم أن تكون مصادر الطاقة أي النفط والغاز مؤمن، وأن تمر الناقلات عبر هذه المضايق البحرية بشكل مؤمن، ويهم أيضا المصالح في المنطقة وحماية حتى بوارجها المتواجدة في الخليج العربي وفي البحر الأحمر وحتى في بحر العرب. إذن المجتمع الدولي يستخدم هذه الميليشيات المتناثرة والمتواجدة سواء في سوريا، سواء في اليمن، سواء في العراق، سواء في لبنان. هذه ميليشيات تعتبر أدوات بيد النيوكولونيزيشن يسموه، بيد الاستعمار الجديد. عندما يكون هناك يعني صراع داخلي داخل هذه البلدان، أي أن تبقى هذه الأطراف الآن، لو 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 نظرنا جيدا، الأطراف اليمنية التي تتصارعت في الداخل، من الذي يديرها؟ من الذي يمولها؟ إذن لو أرادت إيران أن تقول الحركة الحوثية إلى هنا ويكفي، ستوقف الحركة الحوثية. لو أرادت الإمارات أن تقول لطارق محمد عبد الله صالح والمجلس الانتقالي إلى هنا ويكفي، سيوقفوا. لو قالت السعودية للحكومة الشرعية، وقد قالت اليوم، أوقفوا، سيوقفوا. إذن تحولت الأطراف اليمنية إلى أدوات بيد دول الإقليم، ودول الإقليم هي أدوات بيد المجتمع الدولي، ومن يدفع الثمن هو المواطن اليمني. طيب، إذن سنستمر، اسمح لي هذه النقطة، سنستمر في هذه الحرب حتى يصل التحالف إلى النقطة التي يريدها والاستراتيجية أو السيناريو الذي يريده، ومن ثم يطبقه، ويكون هناك مصالحة وطنية على غير ما حصل في 1970 داخل جدة. أرحب بضيفتنا من الدكتورة سمية ثور، مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن من فيينا. أهلا بك دكتورة سمية. أهلا وسهلا دكتورة سمية. ما هي دلالة توقيت الهدنة التي أعلن عنها التحالف من طرف واحد برأيك؟ نحن نعرف أنه الأمم المتحدة دعت في بداية أزمة كورونا لوقف الحروب والصراعات في العالم، وبالتالي كان حرب اليمن يعني بالتأكيد من ضمن هذه الصراعات والحروب التي تشكل مأساة إنسانية وسياسية. فأعتقد أنه يعني في هذا التوقيت ليس له معنى غير أنه الإنهاك الحاصل في التحالف في السعودية بسبب الأزمات التي يمر بها العالم. هذا نقطة، يعني هم ينظرون بالدرجة الأولى فقط لمصلحة خاصة بهذه المملكة. اليمن للأسف قرارات اليمنيين مرهونة بهذه الدول، فبالتالي توقيتها
ليس في مصلحة يعني أنا من وجهة نظري ليست في مصلحة السلام الذي يبحث عنه اليمنيون، السلام الذي نتصور أنه سيكون دائم. هذه حلول للأسف وهدنة يعني ليس لها تفصيل، ليس لها فيها أي وضوح، ليس فيها أي إلزام على أي طرف. يعني عندما أن تقدم هدنة من طرف واحد، الطرف الآخر مثل ما رأينا يعني ينشر لك يعني اتفاق يعني مسودة اتفاقية يعني لا تعقل يعني. فبالتالي لا أعتقد أنه الأمم المتحدة ستصل بهذه الهدنة لأي حل في حرب اليمن. طيب، الحوثي قال أن هذه الهدنة عبارة عن مناورة سياسية من قبل السعودية، والسؤال هنا ما قيمة أن تعلن السعودية عن وقف إطلاق النار إذا كان الطرف الآخر أصلا رافض لها؟ نعرف أن السعودية والحوثيين لديهم اتصال منفصل تماما عن الأطراف الأخرى، الأطراف اليمنية الأخرى، أن هناك مفاوضات خاصة تدور بين اليمن، بين عفوا الحوثيين وبين السعوديين. أنا برأيي حتى هذه الهدنة يعني هي جاءت من السعودية بحد ذاتها، يعني لم يكن لليمنيين أو للحكومة اليمنية أي يعني تدخل فيها. فبالتالي الاتفاق سيكون سعودي حوثي، الحوثي يبحث عن إيقاف الغطاء الجوي وإيقاف الضربات الجوية، وهي الوحيدة الشيء الوحيد الذي لا زال تدعم بعض الجبهات. وبالتالي عندما يتم اتفاق بين الحوثي والسعوديين أنه ستتوقف هذه الضربات، بالنسبة للحوثي سيكون تخلص من يعني من شيء يعيقه في تحقيق يعني أهداف أخرى. يمنيا كأعلى مستوى جاء موقف على لسان نائب الرئيس وأكد التزام الحكومة بوقف إطلاق النار، ما الذي يعني ذلك؟ لا ليس شيء جديد، نعرف ان الحكومه يعني قرارها مسلوب. يعني السلام في اليمن لا يمكن ان يتم لا عسكريا ولا سياسيا ولا باي شكل من الاشكال اذا استمرت السعوديه او الاقليم في التدخل المباشر في قرارات اليمنيين. يعني اليمنيين للاسف و يعني الحكومة للأسف أصبحت مرهونة قراراتها خياراتها. يعني أنا لا أعتقد أنه الحكومة لديها خيار أو لديها هذا الخيار أنه تتوقف مثلا هذه الضربات، رغم أنه نحن يعني دعينا من بداية أزمة كورونا أن هذه فرصة لليمنيين أن يتجهوا إلى السلام، أن يتجهوا إلى الحل السياسي الذي هو سيكون مصدر لقرارهم المستقل عن هذه الدول. لكن للأسف ننتظر دائما إلى أن يأتي قرار من الكبير حتى نستطيع أن نمضي في مثل هذه القرارات. فخيارات الحكومة اليمنية لن تكون أفضل من خياراتها في ستوكهولم ولا في غيرها من المفاوضات، خياراتها ستكون أسوأ بكثير إذا فعلا تمت هذه الهدنة وإذا فعلا تدخلت السعودية بشكل يعني أو بفرض يعني قرارات على الحكومة اليمنية. رغم أنه يعني من وجهة نظري أيضا أن هذه الحرب الهزلية حرب ليس لم يعد لها أي معنى، جبهات يضيع فيها ويموت فيها شباب من كلا الطرفين، في النهاية هؤلاء شباب يمنيين، أن يتم المتاجرة بدماء اليمنيين سواء من أي طرف كان هذه مأساة بحد ذاتها. فإيقاف الحرب هذا موضوع آخر، والهدنة والترقيع هذا موضوع للأسف أيضا يتم استغلاله بشكل خاطئ يطيل من أمد الحرب ومن التضحيات والدماء التي تسير في اليمن. شكرا جزيلا لك دكتورة سمية ثور، مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا من فيينا في النمسا، شكرا جزيلا لك. في آخر دقيقة في هذه الحلقة أود أن أستمع إلى تعليق منك على تصريح أخير لوزير الخارجية الحضرمي يقول أن ميليشيا الحوثي لا تريد السلام ولا تعرف إلا لغة الحرب.
وهذا يعني واضح. يعني الدولة اليمنية كما ذكرت الأخت لا تستطيع أن تقول لا للتحالف العربي. مجرد ما أعلن التحالف الهدنة الحكومة قبلت اليمنية، ولذلك الحكومة تعرف جيدا أنه لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية مع هذه الحركة في ظل التصعيد العسكري المتواجد على الأرض الآن. لذلك أتوقع بأن هذه الهدنة لن تستمر، والشرعية اليمنية خياراتها أصبحت يعني الآن أقوى من أي وقت مضى وليست ضعيفة إذا استغلتها، ونتمنى أن تستغل يعني الخيارات المتواجدة أمامها الآن وتتقدم عسكريا وترفض أي إملاءات من التحالف العربي من أجل مستقبل أبناء اليمن ومن أجل السلام الحقيقي. السلام يحتاج إلى مدفع لحمايته، وهزيمة الميليشيات عسكريا لكي ينعم الشعب بالأمن والاستقرار والسلام. شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيلة الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من المساء اليمن. نلقاكم وحلقه جديده يوم السبت، كونوا بخير.